حقهم انه بسبب ديانتها في محاولات لحجب الوظيفة عنها. فانا قدمت استقالة مسببة وطلبت بالتحقيق، وقلت انه انا طالب تحقيق عادل ومنصف في الممارسات ضد المواطنة اللي تمرصد ضدها وملهاش اي تفسير غير اختلاف ديانتها او ان هي قبطية. وبقول انه التحقيق لو اثبت ان لها حق لازم تاخده، وانا عندي من الوثائق والاثباتات اللي بتقول ان هذه الباحثة لها حق في التعيين مستحق، يجب ان احنا كلنا نتكاتف للحصول عليه. مع دور لعبه واحد مشهور جدا في تاريخ مصر اسمه محمد عثمان اسماعيل، كان محافظ اسيوط، وهذا الرجل كان بيصرح علنا للاعلام انه مشكلة مصر بتأتي مش من احتلال سيناء وقتها في سنة 71 و72، لكن بتأتي من الأقباط واليساريين في مصر. عندنا أمل كبير أن الرئيس يسمع، ولو ما سمعلناش هنضطر نروح نزور الرئيس، نتجمع مع بعضينا 40-50 كاهن ونطلب مقابلته يمكن يسمع لنا. نرجو من سيادة الرئيس ان يتدخل. المعرض الدولي للأسف الشديد مشتركا مع الهيئة العامة للكتاب، ومشترك معاه مؤلف، ومشترك معاه المراجع للكتب، وخاصة كتاب حوالي 20 كتاب كتبهم واحد اسمه أبو إسلام، ودول يحضوا تماما على كراهية المسيح ومخالفة تماما العقيدة المسيحية. أنا بصراحة صورت بيان الكتب دي، سلمته بايدي للشيخ زفزاف وكيل الازهر، وسلمته للدكتور اسامه الباز عشان يسلمه للشيخ الازهر عشان يشوفوا ايه الهجوم ضد المسيحيه. احنا اتضايقنا عشان واحد رسم رسومات ضد نبي الاسلام، وده من بره مش من مصر. كم انسان مصري مسلم يكتب ضد المسيحيين في مصر ويوافق على الكل؟ هذا الوضع لا يمكن نوافق عليه.